شربي ارتاح شوي. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. مبروك جاكم صبي، ايش بدكم تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جي العوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزله أنا؟ لا بتوقعي، خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي هلا بتحسن. فوت تلقح شوي ارتاح تكن طلعت الطبخة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. الملك الملك السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي ومش قادر على هالمهمة. هيدا أمر المير. نحن بأمر المير بس يكون يرتاح وبكرة بيلحقكم. مشي معي هلأ. Thank you.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟ حكينا لك معه قال بده وقت تفكر إن شاء الله خير. ممنونك يا أبونا كتر خير. تكرم معي. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفسي الرب. هلا شوف يا اهلا يا اهلا حبيبي شوف خليني اشمك اختي جت امي ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي انت وينو حنا نزلي عبي مي من العين وردي بعدها اخدي على خاطره مني تفضلوا تفضلوا فوتوا ارتاحوا جوا فوتوا وردي اهلا 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 تفضل تفضل ارتاح وردي وردي هيدي انا يمي كان حود طولتوا الغيبه علينا هالمره شغلتوا لنا بالنا ما يشغل لك بالك اخي طنوس بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان الثلج السنه كثير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك وبس تخف التلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحة وتنقاية وزرع لك العمر بيخلص تخيي طنوس والشغل ما بيخلص عمي لحود أهلا وسهلا أهلين
كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي، اشتقت جدلك شعرك. بعرف انك زعلانه مني، وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكم. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيبونا مكاجوس. شو أولاد؟ صار من امبارح الغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب، أنت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلنا على بيت المرحوم أبو حنا مخلوف؟ أنا ابنه صغير، أهلا وسهلا فيك. أنت يوسف؟ اسم الله عليك، صرت شاب. أنا أبو علي، أنا وبيك كنا أصحاب من زمان، وأيام كنا نترافق سوا. رحت مرة واحدة على ضيعتكم من 9 سنين بالليل، الله يرحمه شو كان محب. هيدا لوم من اول الضرب عم بيقحوي نح، بيضل عامل حلو ساخن. إيه هلا منشوف اذا مزبوط. انا بساعده سيدنا، انا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حيلك انطون، بس تنوصل عجبيل مننزل حمولتنا للساحه، وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع ببقع كفره وبترتاح بالبيت. هي ابو حنا انت اقعد ارتاح، وانا بنزل الحموله. ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل عضيعنا بكير. هي ابو علي، صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما الامك يا يسوع.
نحن نزلنا الحمولة. خلصتوا؟ يلا فلوا. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والأولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابن الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكرة بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل. انت خبر يا ابو حنا، انت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. عذرا يا عذرا سلمتك روحي لك. وصلنا على الخير. قربي عطول عطول عطول. ليلتها مغفيت كل الليل ولنسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو؟ مرق القديس يا شباب، لايك القديس. خدوا البركة خدوا البركة. رشدنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ عنغارة. ايه علينا. طب ليك جتنا فكرة، بلا ما تروح اليوم ماشي معنا. سمعنا امبارح بالقديس ابونا من يوصي. لايكوا يا اولاد، بلغ الحمص بالعودة يلي عند بو يوسف. اوعى حدا منكم يغزى عليهم. احنا كنا ناسيين انه بو يوسف راح امه. كتر خير البونا والفيا. ايه روح روح، بدي اشوف راح تطلع لك من هالمغاره بالاخر. بلكون زرع لك شويه حمص بهالمغاره ونحن مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم. أعطيني منه نصيب أيتها الأم القديسة.
تشعلي جروحات وحيدك في قلبي من طبيعة. شو بعده لحقنا؟ لك يا أحمد بعده لحقنا مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هذا أبو يوسف شافنا انفعل الكلب الجعار علينا. لا شو مأزي؟ كل شي استحقنا البان حمص رح عينه شو لايقة. الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرة تموت ورا جوزها حتى لو كانت بعد صبية. أي والله والله ليه بقتلوا اللحوت بدت الخوري؟ من زمان ما عادش لحوت صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف مش قليل عروسته الحنة مثل القمر الله يوفقه بيستاهل. أخته كوني جوزت قبل بشهر ونص مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير. عيوقة لزق عيوقة لزق. بس بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا. عويسي يا هلا. ملك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعم معك. شمس العمر ولت على غيابة. صار لازم نرجع بكون وعيت غالية صار وقت بدعتها. سلام ديك. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبة. بعرف بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها. لثلاث سنين مجوز
مبسوط مع مريم. إن شاء الله بضلك مبسوط كخي. يوسف اللي أبدأش بيعرف شو الطعمة. أش قولك بسيدة؟ سيدة بنت كتير طيوبة بس مش إلي. انت شتلقت قديش بدايك؟ ناطرة منك ولنه إشارة؟ الحياة زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله من الدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ أنطون ابن الياس، ابن 20 سنة، ياضي عين الشباب. اسرار الله ما فينا نفهمها. قبل ما نفهم خليني نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الأصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنطوس. سكابا يا دموع العين، سكابا شمس العمر والتعالي. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخليناش نشتاق لك. خالي شلت لك شوية تين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي. يسلموا ايديك وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عنيس هالزرعات بشارة دهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو ليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي؟ قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف؟ كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالي.
مرحبا يا أخ. شايفك ظهر من دير بكير. شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة ما خلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وقت لين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدير خيي؟ صار لي فترة بالابتداء. كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل. تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر ما في طاعة. بشتغل ساعة المدة بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله. بس لما يدعينا على الدير بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كثير. صعبة كثير صعبة. بمحبة يسوع ما في شيء صعب. الله يرزق على الدعوت. أنا مش تعبت. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رحمتك امحو مآثمي. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقاش تعزبي تجي. سبق قلت لك على البيت مش راجع. البيت مشتاق لك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا. خيي يوسف برحمة بي رمانة على البيت. أختي أنا بطلت يوسف صرت شرب. ضل سكريم بصلاتي. طبر أمك إذا حاسس إن مناش دعوتك رجع معنا على البيت. وقال له وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
يسوع. خي ابونا شربل، بندهلك الطبيب. شب حلو مثلك، دعاني كن راهي. ربي يسوع، الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة، لكن نجينا من الشرير. دايماً مع الله، دايماً مع الله، دايماً مع الله. برخمور بن الرئيس، مجد لله. دايماً لله، خير يا ابني. معلمي بن الرئيس، أنا الأخ شاربل. هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني، خبرني ليش فليت. أخ شربل وين؟ معلمي ما بعرف، وعيت وما لقيته، مدري وين راح، وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني، بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح، يعني إذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه، ممنوع أي داير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب، اليوم رح ودي خبر للرئيس العام تيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية،
مع اختك مبتدئين. محروق قلبي تشوف ابن شربل بون الريس وطلب اذنك ورضاك. اختي انت عارفه انه الاخ شربل ندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن اهله وضيعته تيكون كله راقي. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس ايدك خليني اشوفه ولانه مر. اعوذ بالله يا اختي، انا ما عندي السلطه لا اجمع ولا فرق ام عن ابنه، رح ابعث لك حدا يشوفه. اخ شربل، ابونا الريس بيقول لك امك برا وحابه تشوفك. يسوع شربل، اروح امك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، خليني ضمك لصدري بعد مرة. يا أمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا تجي العواج. معلم بونا ريشع، بونا الحبيس، أخشار. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهل الأخ شربل فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا ليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها، بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك. مازالك جيت، بدي احكي لك عنه. عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان
إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمجد الله. أنا راهب بتدير فيها الفضائل كلها وأكثر من هيك. الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع، العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا مفكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقرأني بفكري. عندي طلب غير كتير كتير على قلبي. بدي منك يا بونا العمت الله تنقل الأخ شربل على دار كفيفان مع الأخوة الدارسين تيتهيى وصير كاهي. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الأخوة الدارسين بمدرسة مار إبريانوس بكفيفان تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد فيش 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطنس شاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون على بيروت. وضحايا، راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا مفكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عتلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبه رح يقلع عقله وحسبنا كم سيجاره. القصه انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنه. منصير مثل خوري يلي ضيع شبيته، قال لي منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخيني يا عم دخيني. معلمنا امبارح مدبر مع مطلق، قال ما تبلش شيء على الارض اذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى، ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما. بس لو عم تشوفوا بالرهبنه لا له علاقه لا بالقداسه ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياه بالرهبنه والخلاف على السلطه بالرهبنه. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبنه هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه. نهاية عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بيخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية. مبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. Thank you.
بونا الحبيس. بونا عرفتني؟ أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغذى حتى تنشط. اعمل معروف، اعمل لي أكل شهر بلا بونا، وحط بقلب حبتين خضرة. لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وقساوة على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشاوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. هاي جناديوس، انا راح اجيب لك حجار. معلمي بونا شربل، انا بساعدك. هاي جناديوس، راح العمر خطيرنا. يا خي جاجورو، شريعة ربنا، بعرق شبينك تاكل خبزك. يا شباب، غدنا الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا نكفي الجبل لسه ما تروح دعين. ميجانا ويا ميجانا
عتبة عتبت قلبي ونصباي وقصف حور بستاني ونصباي يا ربي لا تموتني وانا صباي ولا تحرمني الشمات الهواهي يا باي يا باي يا باي ومحل الصبايا ينسموا قلوبنا محل الصبايا خي حنا راح يصير الظهر عمول معروف وصال جبنا الغدا من الداير لك ايه يا عمر دينك لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا خي حنا عجل جاعت لبطونا اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها ويا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا يا ريت من قدر نقعد بلاها ما كنا هلأ عم نعرق هونا الله يأجركم يا شباب خلص النهار كمان اليوم السينا لابونا شرب طول النهار بلا أكل شافح سولنا سليب خنه ونطورا لليو دي مومو موريو ألو فسار الشهيد 20 أمينة والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا كل همه كان يخلف رهبان دار مارز حيا مع بعضهم ومع كل اهل المنطقه ايه بده يحللوا الجو بده يحكم وحده بده يتحكم برقاب الناس بعد رسالتين اول وحده لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان وبعت رساله ثانيه سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا رساله ثانيه بسب فينا ايه بسب فينا وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقه شو بيقوم بيعمل رستم باشا صم اللهم يرمصن شقيد هشك بيدفش رئيس الدائر بيدفشو هون طار عقلي من راسي كيف بيهددنا بهالطريقه حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكريه اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ عملنا لهم قتله شو بدي اخبركم من كعب الدست جربوا ان الرئيس يهدينا بس افش فايده خلصت القتله هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم بس هو كمان ما قصرش فينا اول ما وقع من القتله بعت علينا فرقه كامله من العسكر مدججين بالسلاح تحدوا حرمة الدائر فاتوا علينا ربطونا أخذونا أسرى بهدلونا جرجرونا ورا الحصن
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. شوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الأرض ورفع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجم، بس لحقت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خيي سمعان. حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة، ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض كفيت عليه كم ضربة. بلتفت بلاقي خيي ازحية قريب مني، يا ابو مخزق او منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جروهم حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهن على الديورة القريبة. والعسكر احتراماً للموتى حطيناهم بجورة وطميناهن. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخدوا معهم لأنه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق، غريب. شفتوا صدقتوا، صار مثل ما قلت لكم حرفياً، خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكن شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يا ما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي يسوع بيقلنا بالإنجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا قلنا حق نطالب بحقنا. يا خي ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه. نتخار اينون لابوهن خي فرانسيس، إذا بتريد عبي لي سريجي زيت. هلأ بهالعجقة يا خي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خي كرمال المسيح. عمي بونا شربل، أعطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس، أنا بعبي لك إياه. من تعمل؟ ما خصكش، هادي مصح. ممنونك يا ابني، سلم ديت. معقول؟ معقول؟ المي بتدور؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول معقول؟ ايش عم سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. ايش عم تحكي؟ بونا الرئيس خير ان شاء الله. خيبونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيبونا شربل. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا بونا شربل من زمان حابب يدخل المحبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس بونا ليشيع اللي كان يتمنى انه يصير بونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. اش رايكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
ونطلب إذنه وبركته. ريشة خي ريشة، لا تخاف يا خي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين. تفضل خي ريش، اشربوا لأنه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريش بإرادته. إيش في؟ نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله أعطانا إياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لبسه اياه باجراي.
بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس، بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس وأطلب الغفران. تهيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة، بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه. بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعائلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس، وحدي خايفة وضايعة. الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا أبونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي اعوض عن حياة خسرتها. يا اختي توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أخذتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. عن بيت كارمل محبسة بشهو. يسلموا هالدايات بونا شربل. نشكر الله.
معلمي بونا الحبيس بالرئة. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟ صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته ضاق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس. مشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كم موسم الأس خيرتي بدي قلك أنا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا أبونا شربلنا بس كنت مصالحة بعيلتي وجودك هون حتى بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية بتفرض انه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاما إلا مرة واحدة في اليوم الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم بحاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطائرة حصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. منى شربت شبيك، المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع، عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في تزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربل، لازم تابع السير معهم طاعة لأمر بونا الرئيس. يلي عن شبابك يا ابني، تركتنا بكير. ليش يا الله ايه هيك؟ ليش تأخرتوا يا ابني؟ اي ساعت؟ ساعة 9. ايش صار؟ الظاهر نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش روش نقوم نشوف. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شربل، على القليل كنت طفيت البدله والشراشه. ليش؟ ايش صار؟ منين هالحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خي ابونا شربل. Thank you.
هلا ارفع ايدك واعطيني حلي.